السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. وضيفي في هذه الحلقة هو المهندس بدوي خالد عمر، مدير دائرة توزيع كهرباء محافظة صلاح الدين. فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ، بارك الله بكم وأهلا بصلاح الدين. حياك الله أستاذ بدوي وأهلا وسهلا بك في هذا اللقاء. بداية، معروف يعني انه ازمه يعني الكهرباء بالعراق يبدو انها مستعصيه على الحل بشكل عام في العراق، واليوم يعني بسبب هاي الازمه يشهد العراق يعني تظاهرات كادت لو فيما لو تطورت يعني ممكن ان تهوي بالعراق الى يعني هو سحيق لا سامح الله. بدايه الحديث لك عن اسباب هذه الازمه. حقيقه هذه الازمه سببها هي قله الانتاج في الطاقه الكهربائيه، وكذلك الخطوط الناقلة 132 والـ400 المدمرة اللي من خطوط الإنتاج إلى المستهلك. ثالثا، زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل المواطن، وعدم وجود مورد أو مورد لهذه الطاقة المصروفة من قبل المواطن من ناحية الجباير وغيرها. هاي كلها طبعا سببت في أزمة انتاج الطاقه الكهربائيه. نعم، يعني يفترض انه الدوله تكون مهيئه مقابل الزياده في الاستهلاك، مهيئه لمعالجه هذا الوضع. اكيد طبعا، انشاء محطات مثلا، توزيع طبعاً متساوي. حقيقه احنا اللي اثر علينا علينا بنسبه 90% هو غزو داعش علينا. لولا غزو داعش لكان حاليا عندنا وافر من انتاج الطاقه الكهربائيه. ولكن تعرف دخول داعش سبب علينا في حرق محطات المصريه، انتاج المصريه والحراريه والغازيه، وايقاف العمل في الكهربائيه في سامراء. هذا كلها مشاريع كانت توصل الى حد 4000 ميجا، كلها توقفت بسبب غزو داعش. وحاليا طبعا عاد العمل بها حقيقه، حاليا عند شركات استثماريه والعمل جاري عليها ان شاء الله. يعني خلال السنوات المقبله القريبه في 22 او 21 او 22 ان شاء الله راح يشاهد البلد انتاج بالطاقه الكهربائيه. يعني هي المشكله تراكميه من 2003، والكل يعرف انه يعني في عام 91 لما حصل يعني ضرب للعراق وتدمير البنها التحتيه، يعني في ذلك الوقت يعني اعيدت بشكل سريع جدا الكهرباء، وبشكل طبيعي المواطن يحصل على الكهرباء. اي صح، انا معك. 2003 ما كانت موجودة الأجهزة الكهربائية مثل ما متوفرة حاليا. كان سابقا الاستيراد والسيولة النقدية ضعيفة عند المواطن، يعني كانت البيت يجوز بيه سبلت أو ما بيه. أما حاليا السبالت أضعف بيت أصغر بيت هو بيفد 4 سبالت. هذا طبعا كله يأثر على إنتاج الطاقة. نعم أستاذ بدوي، يعني قد يعني نتفق معك في هذه النقطة، يعني خصوصا أنه هناك يعني تجاوزات في موضوع البناء. أكيد. في يعني تعدد الأجهزة في البيت الواحد في المؤسسة الواحدة. يعني أتفق معك في هذه النقطة. صار هي حقيقة، يعني لو نلاحظ بأنه كان سابقا ربما يوجد بيت مساحته 600 متر، هذا من 600 حاليا سوا إلى 6 بيوت. هاي كلها زيادة في إنتاج، زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية. زين، هو الإنتاج نفس الإنتاج أو أكو زيادة في الإنتاج، ولكن شيء ضئيل. لأن تعرف العراق ما يوازي الطلب. العراق قام من حرب. من حرب ودخل بحرب وقام من حرب ودخل بحرب. يعني كل سنتين ثلاثة تصير في مشكلة سياسية من خارجية أو داخلية. هذا كلها طبعا تدمر البنى التحتية، مدمر البنى التحتية. أكيد دمرت يعني، وما زاد الطين بلة أيضا هو دخول داعش كما تحدثت قبل قليل حضرتك. مقابلها طبعا، مقابلها صار مقابلها زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية. وما عندنا ثقافة حقيقة نسميها، ما عندنا ثقافة لدى المواطن في استهلاك الطاقة الكهربائية. يعني ترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية. هسه لو نطلع أنا وحضرتك ونروح على أي مكان، راح أشوف المصابيح الهولوجينية، أشوف المصابيح العادية مشعولة بالمحلات وبالسوق أثناء النهار. يعني هاي كلها طبعا تسبب في أزمة في الطاقة الكهربائية. إذن يعني هنا في هذه النقطة تحديدا يعني نحمل المواطن مسؤولية الحفاظ على المواطن. ما نقدر نحمله خلينا نقول 70% أو 50% من هذا الموضوع حقيقة. يعني هذا شيء ملموس في موضوع الترشيد، يعني يجب على المواطن أنه يراعي هذه المسألة. المفروض
المفروض يراعي هاي المسألة ويهتم بها، والمفروض يعتبرها من الثقافات اليومية، يعني الثقافة اليومية. شو يقعد الصبح يغسل وجهه أو يتوضأ للصلاة، يروح يطفي الكهرباء اللي شاشة عليه بالليل. نعم تمام، المفروض كذلك. ولكن يعني أستاذ بدوي، يعني مبالغ طائلة جدا ومليارات الدولارات صرفت على قطاع الكهرباء، ولكن لم يلمس ذلك يعني المواطن العراقي بشكل واضح. يعني والدليل انه يعني مظاهرات اليوم هي كانت موضوع الكهرباء هي اللي يعني اشعلت شراره هذه التظاهرات، واللي يعني وصلت الى مستويات خطيره يعني تهدد مستقبل البلد. احنا نتكلم على صلاح الدين. نعم صلاح الدين قبل، يعني صلاح الدين هي جزء من كل العراق يعني. نعم ما ينطبق عليها ينطبق على المحافظات الباقيه وكذا. اكيد ايه، فنحكي على صلاح الدين اللي شيل ملموس خلينا نقول. نعم يعني حقيقة قبل دخول داعش كانت في مخازننا ما يقارب 1000-1500 محولة. محولة؟ نعم. هاي كلها راحت فقدت طبعا. احترقت وانفقدت. كانت عندنا محطات. نعم. محطات المدمرة عندي في صلاح الدين 30 محطة. هاي كلها محطات أنتجت من 2003 إلى 2014. في سبيل كانت خلقوا على مستوى صلاح الدين بحدود يعني بحدود خلينا نقول 8 محطات ل10 محطات في سبيل ب 2014 وصلت الى 34 محطه يعني خلال هاي الفتره. هاي الفتره كلها يعني صارت مواضيع التنميه حقيقه تنميه فك عنا كثير من الاختناقات الموجوده بالشبكه بالاضافه الى خطوط النقل والى محطات التوليد. هاي كلها حقيقة من 2000 من 2003 ل 2000 لغزو داعش 2014 فشيء ملموس جدا. وكان اشتغلت مثل ما نوهت بالبداية قلت لك اشتغلوا بالمصرية واشتغلوا بالحرارية فشيء ملموس، لا بالعكس. نعم يعني افهم من كلامك انه القضية تتعلق فقط بالاستهلاك، مشكلة الكهرباء فقط باستهلاك المواطن؟ مو بس استهلاك المواطن، لا يعني هو استهلاك المواطن وعندنا ضعف في الانتاج اكيد. عندنا ضعف في الانتاج، اللي صار عندنا قلت لك بسبب غزو داعش لنا. لولا غزو داعش لكان حاليا 24 ساعه انتاج. حاليا 24 ساعه انتاج، بس غزو داعش حقيقه اثر علينا. بالتاكيد. 3 محطات توليديه استاذ، 3 محطات توليديه، 4 محطات توليديه الحراريه والغازيه والحراريه والكهربائيه اللي موجوده في سامره، 4 محطات توليديه توقفت. هذا كله اثر. يعني استاذ بدوي، يعني عدد من الوزراء اللي تعاقبوا على وزاره الكهرباء يعني اعطوا وعود بانه في العام كذا سوف نصدر الكهرباء للدول المجاوره او يعني المواطن يسال. من الصعوبه اليوم في ظل هذه الازمه انه تقنع المواطن بشيء من هذا القبيل، يسال اين هذا الوعود؟ والله حقيقه هي تصدير، لا تصدير صعب جدا. تصدير صعب جدا. نحن حاليا نحاول بانه نحقق ساعات تجهيز اعلى من الايام السابقه. نعم نعم فقط يعني نريد يعني اليوم المواطن بالحد الادنى يعني على الاقل 16 ساعه مثلا باليوم، ممكن هذا في هذا الظرف؟ والله ان شاء الله الايام المقبله ممكن. نعم. واحتمال تكثر، واحتمال يزيد توصل لل 20. احنا حاليا تجهيزنا، بده يوصل 12 ساعه. نعم. في بعض الاقضيه من ساعات عندي، وان شاء الله عن قريب جدا خلال الايام المقبله لا راح يصير من 8 الى 12 ان شاء الله، وراح يساوي صلاح الدين بشكل عام تجهيز يصير 12 ساعه. نعم. طيب استاذ بدوي، يعني اليوم يعني نريد من عندك يعني تعطينا رقم عن احتياج محافظه صلاح الدين الفعلي من الطاقه الكهربائيه. كم تحتاج محافظه من الطاقه الكهربائيه؟ نعم. يعني حتى نعمل مقارنة بين ما تحتاجه وبين ما ينتج فعلا. ايه الاحتياج الطاقة الكهربائية صلاح الدين 1250 ميجا. 1250 الاحتياج الفعلي. الاحتياج يعني ل 24 ساعة كهرباء. نعم. حاليا تجهز ب 430 ميجا. بعض الأحيان نوصل إلى 460 ميجا. صلاح الدين. طبعا هو مو إنه ماكو إنتاج. أنا حص من الوزارة يوصل إلى 650 50% طبعا. نعم 650 قصة محافظة صلاح الدين. نعم 650 من 1250 ولكن بسبب خطوط النقل المدمرة عاد توصلني
من 350 الى 430 ميجا. ما اقدر احمل اكثر. هذا الفعلي. الان. الفعلي طيب الآن. كم تنتج هي الان ما موجود من محطات انتاج في محافظه صلاح الدين؟ يعني كم تنتج من الطاقه الكهربائيه؟ انتاج صلاح الدين؟ نعم. صلاح الدين ما عندي غير بس يعني هناك محطات بيجي الكهرمائيه بس الكهرمائيه والجارسيه. الكهرمائيه في سامراء؟ في سامراء والجارسيه. الجارسيه لم تعمل لحد الان؟ لا 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 شغاله شغاله بس الجارسيه بسامراء. مولدات ديزلات خلينا نسميها ديزلات. يعني هاي بالحد الاعلى توصل 82 ميجا. 80 ميجا. ومحطات بيجي؟ اي احنا حاليا تجهيزنا حاليا موضوع تجهيزنا احنا اي وصلنا من عده محطات توليديه. اي جينا من قياره موصل. نعم. ودي جينا من كركوك من عبد الله. ده يجينا من بغداد. يعني هاي المحطات اللي هي توصل نظام ديجيتال نظام السبلت يسموه لانه ربط الحلقي لمنظومه العراق مدمره حقيقه. دمرها داعش. نعم. على ذكر هذه النقطه يعني نوعيه الربط حلقي هل هناك انواع اخرى من هذا الربط الكهرباء؟ إيه؟ الربط الحلقي حبذا لو يعني توضح. نعم. الربط الحلقي هو ربط الخطوط ال 400 ما بين محطات التوليد و 132 بين محطات التوليد في سبيل اي محطه توليد بالعراق تشتغل انا استفاد من عندها ان كان في الجنوب او بالشمال. حاليا اللي تشتغل محطه الجنوب ما راح استفاد من عندها انا لانه الخطوط الناقله اللي هي ما بين بغداد وبيجي مدمر وكن تروحون لبغداد كلكم تشوفوا. نعم. نعم. عندي خطوط الناقله ما بين الموصل وبغداد هذا ايضا مدمر. نعم. فتعرف هذا كله يعتبر ربط حلقي ما بين محطات الشمال والجنوب. اذا محافظ صلاح الدين ممر لهذه الخطوط؟ ممر نعم اكيد. لماذا لا تلتفت اليها الدوله وتعالج هذا الوضع؟ لا اكو موجود. نعم. حقيقه يرد لها سيوله نقديه عاليه جدا. وحالت الى المشاريع وبعض الخطوط بدا العمل بها وبعض الخطوط ان شاء الله راح يبدا في بدايه 2019. نعم. نعم. عمليات الصيانه لمحطات بيجي الغازيه والحراريه يعني اين وصلت؟ مستمرين بها وانا ادعو القناه صلاح الدين باي وقت لزياره. نعم. لنروح للاطلاع على موضوع الصيانه احنا حاضرين ان شاء الله. نعم. قبل يعني ان شاء الله. نعم. ان شاء الله في خلينا نقول في الشهر الرابع او الخامس اقصى شيء للسادس حسب ما اعطانا الاوردر مدير عام الانتاج انه راح توصل راح تدخل للشبكه 200 ميجا واط ان شاء الله. نعم. خلال الاشهر المقبله يعني من محطات بيجي. نعم. هل هناك نية يعني اقامه او انشاء يعني محطات اخرى جديده في صلاح الدين؟ والله هو العمل جاري على هذا الموضوع. نعم. يعني مشاريع تنمية الأقاليم يفترض أن يعني تكون هناك محطات خاصة لصلاح الدين تجهز المحافظة بالكهرباء. إيه هو أعتقد خصصوا مبلغ للإنتاج للموضوع الحرارية لأن الحرارية مدمرة تماما. نعم. إيه فيعاد تأهيلها من جديد. نعم. يعني حاليا إنه العمل على إعادة تأهيل ما دمر. نعم. هذا واضح يعني أيضا من خلال يعني ما يعني خصص من وزارة الهجرة لمحافظة صلاح الدين يعني من مبالغ تقدر ب 100 مليار. أي. يعني طبعا قسمت ب 70% من هذه المبالغ للمشاريع المستمرة و 30% لمشاريع الـ يعني لنقل المشاريع التنمية. ومنها قطاع الكهرباء خصص له مبلغ كبير جله يذهب لمعالجة الأضرار في المناطق المدمرة. يعني كيف يعني وجدت هذا الأمر؟ هل هو مجزي هذه المبالغ التي خصصت لكم؟ والله هي مو مجزي 100% حقيقة ولكن مجزي بنسبة 50% من هذه المبالغ لمناطق مدمرة اللي هي مثل بيجي أطراف بلد يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله الأيام المقبلة راح يشوف المواطن يعني هل يعني وضعت خطة لهذه المبالغ أكيد للمعالجات لوضع حلول؟ أكيد أنا بالنسبة لي قدمت الخطة مالتي. نعم. لمجلس المحافظة لمعالجة مناطق المتضررة مثل. نعم. بيجي وأطراف بلد. أنا حاليا أعاني من بيجي والصينية وأطراف بلد. نعم. رؤيتكم يعني للمعالجة كيف تكون يعني في ضوء هذه المبالغ يعني؟ والله نتأمل أنه تكون مرضية للمواطن. أهم شيء أنه مرضية للمواطن ونحقق أكثر إيصال تيار كهربائي أكثر ما يمكن. نعم. بالنسبة لحجم الدمار
الموجود بالمناطق. نعم. يعني نعم. دمار هائل. راودتوها حقيقة، شفتوه. نعم. شفتوا البيجي. نعم. بيجي مدمر تماما. نعم. بيجي مدمر، عزيز بلد شيء، أطراف بلد شيء يرثى له حقيقة. نعم. شيء مبكي. نعم. أستاذ بدوي، يعني تعرف يعني اليوم مشكلة النازحين مشكلة كبيرة جدا. طبعا. يعني يعني تتعلق بالمواطن يعني نفسه. أي. وحياته ومعيشته ومستقبله حتى. يعني كثير من النازحين لم يعني يصار إلى إعادتهم سواء طوعيا أو بأساليب الإقناع إلى مناطقهم بسبب الحجج دائما في الحكومة أنه الخدمات الكهرباء والماء. يعني ألا تدركون حجم هذا المشكلة بالنسبة للنازح؟ يعني السعد بالنسبة للنازح، يعني إحنا أي منطقة نطلع أوردر بعودة العوائل إلها، أول عملية أنه باتفاق مع دائرة المي نشغل مشاريع المي لإيصال الماء للمواطن. نعم. احنا علينا كمل خطوط النقل الا مشاريع المي طبعا. الماء يعني الأولوية للماء. الأولوية للماء. نعم. ثم نبني كل ما ترجع عائلة عوائل الى منطقة معينة، احنا بدورنا نقوم نغذي هاي العوائل بالتيار الكهربائي، نطيهم محولة، أعمدة، أسلاك، وهذا ما يحدث عند بيجي. يعني حاليا عند بعض المناطق عادوا عليه خلال يومين حسب ما شفت على قناتكم قناة صلاح الدين. نعم. مباشرة اتصلت بمدير كهرباء بيجي، قلت له فورا توصل إيصال التيار الكهربائي لهاي العوائل. نعم. وبالفعل عمل حاليا جار على إيصال التيار الكهربائي لهاي العوائل. نعم. ويعني كل ما ترجع العائله ربما يوم او يومين ما عندك كهرباء، ولكن وراها لا توصل لك كهرباء. لذلك بدنا نشتغل حقيقه من نظام الجوازات، يعني مثل ما اشتغلنا بتخريط هنا. نعم. نظام الجوازات، وحاليا بدنا نلغي هذا النظام شوي شوي، بدنا نحاول انه نرفع نظام الجوازات. حاليا بيجي نفس الشيء. نعم. بس اطراف بلد ما يمكن هذا الشيء. كان حل ناجع موضوع الجوازات؟ حل ناجح، حل ناجح حقيقه. نعم. حل ناجح جدا. شنو اللي استفادته منه يعني؟ استفادينا منه انه كل اربع خمس محاولات اخلي محاوله واحده مكانها، انه اقدر احقق ايصال تيار كهربائي للمواطنين. نعم. نعم. كافه. انا من انطي حاليا قلوب، مروحه، بنكة، مبرده. مبرده بالحد الادنى. بالحد الادنى يكتمل العمل بالمنطقه. بالحد الادنى الى ان تجيني مواد، تجيني محاولات. نعم. اقدر اعزز بها موقفي. نعم. إذا 3000، أكثر من 3000 محولة، 4000 أنت اليوم محتاج يعني لمحافظة صلاح الدين. كم سعر المحولة تقريبا في السوق المحلي إذا كانت من منشأ جيد يعني؟ والله يعني خلينا نقول من 5 ملايين إلى 6 ملايين أعتقد. هيك هاي 3000 محطة كلها؟ محطة المحولة 5 ملايين المحولة الوحدة 5 ملايين سعرها؟ إي من 5 إلى 6 ملايين. احنا حاليا دائرتنا معتمدين على موضوع الجبايه. نعم. اجبي عندي جبايه اقدر اشتغل، ما عندي جبايه ما اقدر اشتغل. نعم. عندي جبايه اقدر اشتري واحقق طاقه، احقق انجاز في ايصال التيار الكهربائي للمواطن، ولكن اذا ما عندي جبايه ما اقدر اشتغل. انا ايضا هذا الموضوع يعود الى المواطن، مساعدتي على موضوع الجبايه. سنتحدث حقيقة عن هذا الموضوع ساعتها. نعم. ولكن اسمح لي يعني بفاصل قصير ثم نكمل الموضوع. أوه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا الكرام، وهذا اللقاء الخاص مع المهندس بدوي خالد عمر، مدير توزيع كهرباء محافظة صلاح الدين. استاذ بدوي، يعني قبل الفاصل كنا نتحدث عن موضوع الجباية. يعني هذا موضوع مهم، وهو يشكل يعني اهمية قصوى بالنسبة لقطاع الكهرباء، ولكن اليوم في ظل هذا يعني الاخفاق في يعني موضوع التيار الكهربائي والطاقة، المواطن لديه عزوف عن دفع هذه الأجور، لماذا برأيك؟ هو بالبداية طبعا نظام الجباية احنا نعتمد على موضوع المقياس الموجود بكل بيت أو معمل أو دائرة. موضوع المقياس منصف ما بين الدائرة
وما بين المواطن. نعم. شي شغل يسجل عليه يطفي، ما يشغل عليه طبعا. نعم. فحب اوضح فكره للمواطن بانه اذا تجي الكهرباء ساعتين باليوم المقياس راح يقرا عليه ساعتين باليوم. نعم. هذا واضح. هذا واضح، يعني اذا 10 ساعات 10 ساعات. نعم. فهي حقيقه موضوع دفع الجبايه هي مصلحه المواطن. يعني انا دا اخذ مبلغ زهيد من المواطن، ولكن ما يعرف انه اني الطاقه اللي دا اعطيها للمواطن انا هي مشتريها بفلوس. المحوله اللي المواطن حاليا ينور عليها هو هاي انا مشتريها بفلوس. نعم. العامود مشتريه بفلوس، العامل اللي دا يشتغل باجور. نعم. يرد من عنده راتب نهايه كل شهر. نعم. وحاليا نحن نظام المديريه تحول من نظام مديريه الى نظام شركات. نظام شركات طبعا مو شركات قطاع خاص. شركه مو قطاع خاص. نعم. شركه حكوميه. حكوميه. نعم. شركه حكوميه. الشركه يجب ان تكون ربحيه. ربحيه. يعني انا حاليا اتعامل بخساره وربح. نعم. تعاملي. ولكن نعم استاذ بدوي، اقنع للمواطن اليوم، يعني هو طبعا الثقافه تبدو في هذا المجال منخفضه يعني، ولكن المواطن يقول لك اليوم اني يعني ادفع فلوس، بس الفلوس بسبب حالات فساد في الدولة يقول لك ما تروح، يعني ما ترجع لي خدمات هاي الفلوس، تروح لي إلى جيب الوزير أو النائب أو أي أحد بالحكومة، فما ترجع لي كهرباء بالشكل اللي أتمناه أو أريده. هو الساد هو دا يدفع كهرباء ما تجيك فلوس، دا يدفع فلوس ما تجي من قيمة. نعم. الكهرباء. نعم. أتوصل له. نعم. تجي ساعتين دا يدفع ما ساعتين. تجي 10 ساعات الآن يعني بسبب ساعة. هذه الحالة، بسبب هذه الحالة يعني على مدى يعني ال 15 سنة الماضية عزوف المواطن عن دفع أجور الكهرباء بسبب الحالة اللي ذكرناها، يعني صار عنده تراكم ديون يعني في القوائم، لذلك يعني المبلغ كبر واليوم أصبح عاجز عن أن يدفعه. يعني أن قوائم تبدأ من 10,000 قبل 2014، من 10,000 حاليا وصلت الى ملايين. لانه تعرف هالنظام الحاسبه به نظام المضاعفه، نظام الغرامات. نعم. نظام انه دوره بعد دوره يتضاعف المبلغ. فهذا ال 10,000 ربما تصل الى ملايين حقيقه. فانا انصح المواطن انصح المواطن بانه القائمه تجي، كل ما يدفع القائمه توصل لها جابي يجيب لها اياه يدفعها، يكون اسهل إلى المستقبل. أسأل المستقبل أفضل ما تتراكم عليه وتوصل إلى مئات الآلاف أو ربما الملايين. نعم، يعني لأنه المواطن اليوم أستاذ يعني يشوف نفسه يعني مستفيد من المولد الأهلي، مولد النفع العام، أكثر من الكهرباء الوطنية. إيه، ولكن أنا أسألك سؤال. نعم. يعني هل خدمة المولد، خدمة المولد مثل خدمة الوطنية؟ ربما كوقت ربما يحصل أكثر وقت من الكهرباء من المولد، ولكن الاستفادة من المولد مو مثل الاستفادة من الوطنية. نعم. هو المواطن لو يدفع جباية توصل له كهرباء أكثر، لأن الآن معتمد على جباية المواطن بالعمل المالي. يعني اليوم يعني حاليا 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 حقيقة حاليا أعتبر أن الحكومة تعتبر هسه لو نجي على نظام الشركات نظام خسران. نعم. نظام خسران. ليش خسران؟ المواطن ما يدفع من عندي. نعم. وأنا أحاول إنه أحقق طاقة كهربائية على ساعات تجهيز أعلى ما يمكن. نعم. وهي اثنين نقيض في شيء ناقض شيء، لانه انا المواطن ما ينطيني اجور كهرباء ويريد من عندي اوفر له طاقه كهربائيه. ولكن الدوله كانت يعني غنيه، لديها اموال ولديها يعني مبالغ كثيره صرفت يعني بالمليارات، 40 مليار تقريبا على الكهرباء ولم يلمس شيء، في حين يعني في دول اخرى في معرض الانتقاد لهذا الامر يقول لك بخمس مليارات ممكن انت تغطي البلد او 10 مليارات تغطي البلد بالكامل كهرباء، لكن 40 مليار صرفت على مدى هذه السنين ولم تكن حلول. افضل خلينا نقارن العراق بشكل عام ويا اي بلد موجود. هل بلاد العالم خاضت مثل ما خاضت حروب مثل ما خاض العراق؟ بالتاكيد لا، بالتاكيد العراق لا. ساد العراق من 1920 نعم لهاللحظه ما شاف استقرار. نعم. ما شاف استقرار من زمن الملكيه الى زمن الثورات الى زمن حرب العراقية الإيرانية إلى 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 زين، هاي كلها مدمرات، الحروب مدمرة للبنى التحتية. نعم. مدمرة للناس للأيدي العاملة. إذا في موضوع يعني الجباية يعني يعني ماذا تقول للمواطن في هذا الأمر؟ والله أقول للمواطن إنه كل ما يدفع جباية. نعم. يعني هذا حق دولة. نعم. نكون إحنا نصلي نصوم ونصلي لله
فمفروض هاي الديون مترتبة عليه المفروض يدفعها كشرعا. نعم. يعني احنا ايضا حتى يعني نكون معك ونقدر يعني جهدكم وما به دائرتكم يعني في هذا الصدد، يعني ندعو المواطن من هذا المكان انه اولا يرشد موضوع استهلاك الكهرباء، اطفاء الانوار والمصابيح نهارا والاجهزه غير يعني اللي ما يحتاجها انه يطفيها، وايضا يهتم بموضوع الجبايه يعني انه يدفع ما يترتب عليه من المبالغ. يعني هو صار كل ما يدفع مبالغ الجبايه، كل ما يدفع مبالغ الجبايه كل ما انا اقدر اوفر احقق له حقلك الديمومه باستمرار التيار الكهربائي. نعم. انا اذا ما يعطيني هو جبايه فلوس من اذا ما عندي فلوس عشان اقدر اشتغل. نعم. حقيقه. صار بالمناسبه بهذا الموضوع. نعم. يعني هسه حاليا اللي صار عندنا بالسوق وبالاحياء السكنيه بتكريت وبخارج تكريت وبالاطراف وبعموم صلاح الدين هي موضوع المصباح الهلوجيني. حقيقه هذا المصباح الهلوجيني مصباح فاشل. نعم. فاشل مدمر للمحولات ومدمر لإنتاج الطاقة الكهربائية. يهدر طاقة كهربائية كثير. هو أول شيء إنارته ضعيفة. حمله 5 أمبير. 5 أمبير يعادل حمل منزل تقريبا بيت. نعم نعم. نعم. هواي صاحبي من المولد 5 أمبير. 5 بالحد الأدنى يعني يمشي حاله. نعم. صحيح. هو 5 أمبير. زين إذا حي من الأحياء شادة 30 40 من هذا يعني هذا 100 أمبير. أنا مرة سويت حملة. نعم. بالقادسية. طولت الحملة من الساعة 9 ليلا إلى حد الساعة 12 ليلا، نزلنا ميجا ونص بس رفعنا 300 مصباح هلوجيني 300. نعم. حققنا نزول ميجا ونص على هذا المغدسات. ميجا ونص يعني مغدي آخر. نعم. يعني مغدي آخر ميجا ونص. فهذا من قناة المواطن إلى أنه رفع هذه المصابيح الهلوجينية، وإذا موجودة هيك حالات يرجع انه اعلامنا بهذا الموضوع. طيب هنا يحضرني ايضا سؤال فيما يخص التجاوزات، تجاوزات المواطنين، كيف تواجهون هذه المشكله؟ حقيقه يعني تلقى مواطن مثلا يسحب من خطين او من عده مناطق او يعني مواطن ساحب من خطين، مواطن ساحب بدون مقياس. نعم. مواطن كيف واجهتم هذا الامر؟ مواطن معطل المقياس. يعني الحقيقه هذا الموضوع احنا حاليا عندنا حملات مكافأة هذا الشيء. نعم. وحقيقه يعني اشوف انه معيب جدا انه احنا في 2018 ولا حد الان عندنا حالات تجاوز. المفروض انا مثل ما اريد كهرباء النفس تصير زينه اباوع على جار همات الكهرباء زينه. نعم. ما انا اروح اشارك بكهرباء غيري تبادل تغذيه. حتى من تطفي عندي انت جيران وجيران من تطفي عندي تجيني، هذا الشيء ما راح يحقق دائما ما عندي بتيار الكهرباء. نعم. يعني عن التجاوزات البائعات خلينا نقول، انا البائعات عندي حاليا 70% من انتاج الطاقه الكهربائيه، وهذا يعتبر هدر. نعم. بالمال العام وهدر بالطاقه الكهربائيه. ولكن 70 نسبه كبيره يعني. كبيره جدا استاذ. كبيره جدا. نعم. كم دائره معنيه بقطاع الكهرباء؟ لنقل في محافظه. كيف عفوا صار؟ يعني انتم دائرتكم او شركتكم معنيه بالتوزيع. هناك دائرة أخرى معنية بالخطوط والإنتاج وكذا. نعم نعم نعم. كهيكلية وزارة الكهرباء. نعم. تتكون من 3 أقسام بالتسلسل: إنتاج، دائرة النقل الطاقة اللي هي الشبكات، ثم التوزيع. نعم. أول شيء هو الإنتاج. نعم. يعني أكو بعض الأسئلة حضرتك وجهتها والمفروض طبعا يخص الإنتاج، ثم نجي خطوط النقل اللي هي من الإنتاج إلى محطات التوزيع، خطوط. نعم. النقل 132. نعم. وال 400 واللي حاليا سبب أزمة التيار الكهربائي هي خطوط النقل الطاقة. نعم. ثم نجي التوزيع. التوزيع يبدأ عمله من على خطوط 33 كيفي وال 11 كيفي الموجودة حاليا في داخل المدن. نعم. يعني إذا جل المشكلة يكمن في قضية نقل الطاقة الكهربائية. نقل الطاقة الكهربائية. نقل. وتوعز المشكلة أيضا على دائرة نقل الطاقة. نعم. حقيقة دائرة نقل الطاقة مو انه هم ممتلكين، لا، وانما هاي الخطوط فاتت في عمق اراضي عميقة جدا. نعم. وهاي الاراضي تعرض لتدمير وتخريب. تدمير وتخريب وما مؤمنة من ناحية العبوات. يعني قبل فترة طلعنا نشتغل بموقع معين، يعني برج من الابراج كان عبارة عن يسموه بالمساطر. نعم. عبارة عن عبوات. نعم. مزروع عبوات كله من هاي الجليكارات السي فور. نعم. وبيع عبوات الساعة 3 بالليل كنا نشتغل بلايت الموبايل.
بلاية الموبايل، حركتنا كانت مقيدة في بلاية الموبايل، وكل من واقف في مكان اللي يريد نتحرك من مكان إلى مكان لازم يطلع شخص متبرع من الأبطال يمشي. نعم. وحتى البقية يمشوا وراء بين الألغام. نعم بين الألغام. نعم. يعني هاي برج في هاي الجزيرة. نعم. في هاي الأرض الجزيرة، يعني ما حد يتوقع أنه تلقى هذا البرج ملغوم. إذن هنا يعني أستاذ بدوي أريد يعني تقييمك لدور يعني الأجهزة الأمنية في هذا الأمر. والله حقيقة مشكورين جدا بدون مجاملة. يعني والله بدون مجاملة مشكورين جدا. يعني طبعا وحقيقة هواية منهم راحة واستشهدوا الله يرحمهم. نعم. هاي قبل شهر ونص عندنا أحد شرطي على خط الملا عبد الله تفجرت عليه عبوة. نعم. معنا في أي وقت خابرهم يطلعون معنا، يعني داخلوا الساعة 3 بالليل طلعنا الساعة 11 عندنا خط وقع علي عرو. نعم. طلعنا عليه 12 بالليل ويا الشبكات، فمخابرنا فريق جمعة مباشرة دزونا دورية ويانا تمشي معنا وجماعة متفجرات. لو يعني ذهبنا إلى موضوع الملاكات والكوادر الموجودة، يعني ما مستوى تأهيلها لإدامة هذا القطاع؟ والله هي عندك كوادر، يعني خلونا نقول عزم سمهم فطاحل. مو؟ نعم. سمهم فطاحل حقيقة، أبطال تلقيهم هم بالعمل يشتغلون أجهزة أمنية، يشتغلون فني ويشتغل إداري في نفس الوقت. من مهندسين إلى أقل عامل موجود، من وزير إلى أقل عامل موجود حقيقة. نعم. الكل جادين في عملهم وغايتهم هو إنتاج الطاقة الكهربائية وديمومة إيصال التيار الكهربائي للمواطن. نعم. يعني ألا تعانون من نقص في الكوادر؟ أكيد. يعني كم هو النقص الحاصل؟ أكيد أكيد. يعني في العدد أم في النوعية في التخصصات؟ لا 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 في العدد. في العدد أنا عندي نقص في العدد. فقط في مجال التوزيع. التوزيع. يعني أنا أحتاج حاليا إلى ما يقرب ال 400 إلى 500 موظف إضافي. نعم. من المهندسين إلى ملاحظين. نعم. إلى كادر وسطي. نعم. طب فيما يتعلق في موضوع الصيانة. إيه؟ يعني هل هي يعني عائدة لكم يعني أو ضمن؟ إيه؟ صيانة إحنا صيانة طبعا الإنتاج واحد والنقل واحد، خلينا نقول خطوط 132 وال 400 خطوط 132 وال 400 واحد، وكذلك صيانة التوزيع تكون مستقلة. نعم. يعني كل صيانة مستقلة، صيانة الإنتاج تخص الإنتاج وصيانة الخطوط حاليا حقيقة شغالين شغل مشكورين جدا. يعني ما بيهم أي تقصير. إذن دائرتكم تختص فيما يتعلق بالصيانة؟ حاليا في صيانة من محطات التوزيع للمواطن 33 لغاية المواطن. 33 المحطات 33 عندها ضمن أهل دائرتنا وخطوط 33 وال 11 وكذلك محولات التوزيع اللي هي بوينت 4 وال 33. نعم. أستاذ بدوي، يعني معروف أنه يعني محافظة صلاح الدين تحصل على الكهرباء من عدة خطوط يعني من خارج المحافظة، مثل يعني خط من الملا عبد الله من كركوك وخط من القيارة الغازية. نعم. وخط كما تفضلت يعني في بداية الحلقة من بغداد. يعني كيف يتم توزيع يعني هذه الخطوط او الطاقه اللي تاتي عبر هذه الخطوط الى المناطق؟ يعني مرات مثلا احنا نقول يعني مثلا سامره بها كهرباء، تكريت ما بها كهرباء، منطقه اخرى بها والاخرى ما بها، يعني شنو السبب؟ يعني كيف تتوزع هاي؟ انا بدايه حديثي قلت بانه صارت عندنا خطوط الربط الحلقي. الربط الحلقي للعراق دمر حاليا بالاخص في المناطق الشماليه اللي هي موصل وصلاح الدين والانبار. نعم. والانبار وكركوك. نعم. تمام. نعم. هذا ربط الحلقة كنا سابقا شغل محطة توليد تشتغل سابقا قبل 12 نقول. نعم. قبل ما دمرت شغل محطة توليد تنتج. نعم. هذا الانتاج راح يروح على الشبكة بشكل عام على العراق كله. نعم. حاليا عندنا شلون احنا نظام نسموه نظام السبليت. يشتغل عندي وحدات توليد او منظومات عندي منظومة جنوبية واحد، منظومة شمالية واحد. عندي مثلا حاليا تكريت وبيجي والشرقاط من محطة غازي من المحطة الغازية بقيارة. نعم. عندي يعني ثلاث مدن كبيرة يعني. ايه. تكريت بيجي شرقاط تحتاج إلى جهد كبير. أكيد. نعم. عندي دور العلم، قضاء الدور وقضاء العلم. نعم. حاليا يتقدم من ملا عبد الله. نعم. من كركوك. كركوك. عندي سامرة
على غرب بغداد ووحدات التوليد اللي هي الديزلات الكهرمائية. نعم. عندي بلد هذا الخط يشمل أيضا بلد والدجيل. بلد والدجيل. نعم. على النصر. على النصر. من أين هذا الخط يجي؟ من بغداد أيضا. أيضا من بغداد. أيضا من بغداد. طيب. لذلك يعني هاي النظام حاليا صارت يجي جزأت بسبب دمار محطة دمار خطوط النقل 400 و 132. لذلك تصير تساؤلات. قبل فترة احنا فتنا بأزمة قوية او قبل 3 أيام مو بعيدة صار تعرب للخط الناقل يسموه السنتر عفوا خط ديالة خرقوق. نعم. ديالة خرقوق تعرض ايضا الى هجوم قبل الدواعش. توقفت الكهرباء في كركوك وصلاح الدين ونينوى. نعم. أما بقية الأقبية بها العالم كانت بها كهرباء. سامرة بها، دجل بها، بلد بها، تمام؟ نعم. قبلها ملا عبد الله تعرف إلى 3 أبراج إلى دمار. توقف الكهرباء عن الدور وعن العلم. أما بقية الأقبية بها. ليش؟ لأنه هاي كلها وحدة كل منظومتها تكون مستقلة عن بقية المنظومات. نعم. إن شاء الله بعد إكمال الخطوط 400 و 132. نعم. ويرجع الربط الحلقي راح نتخلص من هذا الموضوع. نعم. إذن أكو يعني 150 ميجا يعني حصلت عليها محافظة صلاح الدين من وزارة الكهرباء. أين وصلت هذه؟ هل تم الاستفادة منها الآن يعني؟ هي طبعا الاجتماع اللي صار حضور سيد المحافظ. نعم. في رمضان بحضور وزير الكهرباء مع الوزير الكهرباء الأستاذ قاسم فهداوي. نعم. تم الاتفاق على أنه تغيير منظومة تغذية تكريت وشرقاط وبيجي من غرب بغداد إلى القيارة. وحصلنا حقيقة على مو 150 على أقل تقريبا بال 120 ميجا حاليا بنغذيها بعد معالجة الخطوط. حقيقة في أزمة قوية الأيام الفائتة لاحظناها كنا. نعم. نعم. تمام. وعندنا إن شاء الله في المستقبل القريب أيضا مشروع كار اللي محافظة وقعت عليه قبل داعش. حاليا فعل هذا المشروع راح توصلنا 150 ميجا وإن شاء الله راح يبدي العمل على إعادة تأهيل فقط على إعادة تأهيل الخطوط من كركوك إلى بيج. نعم. إن شاء الله يعني هاي في الأيام المقبلة يعني ما تطول إن شاء الله شهر أو شهرين ما أكثر. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله بفضل إن شاء الله جهودكم ولكن نأمل أن لا تعد مكرمة هاي 150 من وزير أو من مسؤول معين لمحافظة صلاح الدين. هي حقيقة السادة إحنا ليش نسميها مكرمة؟ استحقاق. لأن هي استحقاق. نعم. المكرمة تجي في حالة إذا أكو أنا عندي مكفي حال ويجي لي زائد هاي مكرمة. تمام؟ لا هاي استحقاق. نعم. أهلنا بصلاح الدين بشكل عام. نعم. وهذا واجب علينا. نعم. كلنا. نعم. حقيقة ومو مجاملة سيد المحافظ مجد جدا في موضوع أنه يعيد خطوط النقل. نعم. والإنتاج لصلاح الدين. لذلك نقل دوائر الإنتاج ودوائر الشبكات إلى صلاح الدين لحتى يكون العمل بها فعلي. نعم. في إعادة تأهيل محطات الإنتاج وخطوط النقل. نعم. إذن في الختام يعني كلمة أخيرة توجهها للمواطن يعني لا نريد أن تكون وعود على شكل وعود. ماذا تقول للمواطن في محافظة صلاح الدين؟ والله إن شاء الله نوعدهم يعني الحقيقة مو وعد وإنما هذا شيء ملموس بس ما نقدر نبوح به بالوقت بتحديد الوقت خلينا نقول. نعم. بس إن شاء الله راح يجي الوقت المناسب اللي يحس المواطن بتغيير جذري في. نعم. عدد ساعات التجهيز. يعني عاملين على هذا الشيء؟ عاملين وحاليا العمل على قدم وساق على هذا الموضوع وراح يشوف المواطن الأيام الجاية إن شاء الله في ساعات ملموسة بالتجهيز. نعم. إذا شو تريد من المواطن الآن في هذا؟ أنا أريد من المواطن يرشد باستهلاك الطاقة الكهربائية بإطفاء. نعم. الإنارة الزايدة هاي وحدة. نعم. في مساعدة موظف إيجابي يعني. نعم. ما يرهم يروح موظف إيجابي ويهان من قبل مواطن على مبلغ 10,000 أو 5,000 أو 100,000. نعم. وهو موظف إيجابي هاي جاي يأخذ حق الدولة مو حقه. نعم. حقيقة مع الأسف طبعا. نعم. يعني وصل به الحالة إلى أنه المواطن يهين إيجابي وبالألفاظ السوقية والشتم حتى لا يدفع المبالغ. نعم. وكذلك مساعدتنا
في الجباية بشكل عام. نعم. وعدم استعمال المصابيح الهيدروجينية، هاي المصابيح اللي تؤدي إلى عطب المحولات والقابلوات والقواطع. نعم. وكذلك في تقليل ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. نعم. إذن في الختام نشكرك المهندس بدوي خالد عمر، مدير توزيع كهرباء محافظة صلاح الدين. شكرا جزيلا، بارك الله بكم. يا أهلا وسهلا. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، نلقاكم في لقاءات أخرى من هذا البرنامج عبر شاشة فضائية صلاح الدين. يمكنكم أيضا الاستماع إلى هذه الحلقة عبر أثير إذاعة صلاح الدين FM، فنلتقيكم مرات أخرى، فإلى اللقاء.